أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الأشبال، والبداية بعناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي جاهز لمواجهة شباب بولزداد قبل كأس العالم للأندية، وإن شاء الله هنفرح. شباب الأهلي مواليد 2008 يحققون فوزا غاليا على الزمالك عصر اليوم. علي محمد علي مش فاهمك بصراحة. حصاد مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقات الناشئين للي عايز يعرف. كابتن ميدو مدرب وولي أمر على الخطوط واتحاد الكرة فين. وأخيرا مستر فيتوريا شغلتك على المدفع إيه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم اليوم في حلقه جديده، حلقه دسمه ان شاء الله هتعجب حضراتكم. النهارده عندنا مواضيع مهمه جدا، وهنبتديها بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي عنده مواجهه صعبه ومواجهه مهمه مع شباب بولزداد يوم الجمعه القادم ان شاء الله. الملعب هيكون في برج العرب. المباراه هتكون ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت القاهره، وان شاء الله كل انتظار جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والمرتقبه والصعبه. النادي الأهلي الحمد لله بفضل الله متصدر مجموعته، قدر يفوز على مدياما الغاني في أول مواجهة في دور المجموعات 3-0، والمباراة السابقة كانت أمام يانج أفريكانز انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقدر يحصد النادي الأهلي أول 4 نقاط ويتصدر مجموعته. أداء النادي الأهلي في المجمل في الماتشين أداء مقنع، أداء مميز. مباراة على ملعبك قدرت تفوز بيها بعرض رائع وبنتيجة رائعة 3-0. المباراة الثانية كلنا كجماهير للنادي الأهلي زعلنا شوية، زعلنا إن كانت المباراة في المتناول نقدر ناخد الـ3 نقاط فيهم. لكن خلي بالكم يانج أفريكانز مش الفرقة السهلة، أنت بتتكلم عن فرقة كبيرة، فرقة بطل الدوري التنزاني، بتتكلم عن فرقة لعبت السنة اللي فاتت نهائي الكونفدرالية، فإذا النهاردة أنت كانت مواجهة أمام فريق مصنف، لكن النادي الأهلي في الشوط الأول أتيحت فرصتين، وفي الشوط الثاني كان فيه فرص كتيرة، وقدر النادي الأهلي يفوز أو يتقدم بهدف، وقدر يانج أفريكانز يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة. لكن مؤشر أداء النادي الأهلي في تصاعد، مستر كولر أدار مباراة كبيرة. علشان كده عايز دور جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية دور مهم جدا. النهاردة النادي الأهلي وهو بيلعب أمام فريق كبير في أفريقيا وبتقدر تاخد 4 نقاط، بتلاقي نغمة إحباط ونغمة تقطيع في الجهاز الفني وفي اللاعبين. أنت النهاردة وأنت بتلعب بطولة الدوري العام عندك مباراة مؤجلة، لو كسبتها أنت أول مسابقة الدوري. في دوري أبطال أفريقيا وأنت البطل السنة اللي فاتت، وأنت السنة دي ما شاء الله لعبت أمام بطل أثيوبيا كسبت الماتشين في المباراة، في دور المجموعات كسبت أول مباراة وتعادلت المباراة الثانية. إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة القادم، وأنا بقول من دلوقتي لعيبة النادي الأهلي شباب بولزداد على ملعبنا مش هيكون الفريق السهل. إحنا عارفين كلنا مواجهات شمال أفريقيا خاصة فرق الجزائر بتلاقي فيه استبسال، بتلاقي في دفاعات قوية، في روح عالية، في جري كتير. علشان كده لازم لاعبي النادي الأهلي يجهزوا نفسهم من دلوقتي للمباراة المهمة، لا بديل عن الـ3 نقاط في هذه المباراة، علشان بعد كده إن شاء الله توصل للنقطة 7 يبقى بروفة قوية قبل كأس العالم للأندية الفترة اللي جاية، يبقى عندك نوع من الأريحية شوية. السنة اللي فاتت في دور المجموعات كانت البداية متعثرة وكانت بداية صعبة أمام الهلال السوداني هناك لما خسرنا، ورجعنا صن داونز على ملعبنا في ملعب السلام اتعادلنا ودخلنا في حسابات يعني ما كانتش لذيذة. لكن في النهاية الأهلي كعادته في المواقف الصعبة بيكون البطل. علشان كده الحمد لله فضل الله عندنا أريحية في المجموعة في البداية، لكن المباراة اللي جاية مباراة مهمة جدا، عندنا فترة استعداد وراحة كويسة من السبت للجمعة، فترة يقدر الجهاز الفني بقيادة مستر كولر يعد اللاعبين استعداد بدني وفني إن شاء الله علشان نوصل لأفضل حالة لينا في مباراة الجمعة.
المباراة دي هتكون المباراة أو البروفة الأخيرة قبل كأس العالم للأندية، البطولة المنتظرة لجماهير النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت سمعنا وشفنا وقرينا قائمة النادي الأهلي، أنا ما يهمنيش مين اللي موجود في القائمة، إن أنا عندي كل لاعبي النادي الأهلي كلهم نجوم وكلهم أبطال. أيا كان مين الاسم اللي اتحط في قائمة كأس العالم للأندية، كلنا معاه وكلنا في ظهره وكلنا مساندين ليه، وهي دي الرؤية الفنية لمستر كولر دلوقتي. علشان كده ما يهمنيش مين اللي موجود في التشكيلة أو في القائمة أو مين اللي بره. زي ما أقول لحضراتكم، كل لاعبي النادي الأهلي، الحراس وإحنا شايفينهم وهم بيعملوا إحماء كلهم على مستوى واحد. محمد الشناوي، مصطفى شوبير بيلعب كأنه موجود وفورمة، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، كل اللاعبين. علشان كده كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي خلال المباراه اللي جايه، وزي ما مستر كولر بيقول اهم مباراه عندي هي اللي جايه، واحنا اهم مباراه بالنسبه لنا هي اللي جايه. شباب ولزاز، احنا لسه ما فتحناش موضوع كاس العالم للانديه، وهنلاعب اتحاد جده ولا اوكلاند سيتي، ايا كان مين المنافس اللي هنقابله، لكن عندنا المباراه اللي جايه هي المباراه المهمه، وهو ده تركيزنا. أرقام النادي الأهلي في دور المجموعات أرقام مميزة. لما تشوف النادي الأهلي في أول مواجهة أحرز 3 أهداف قدام دياما، وأحرز هدف قدام يانج أفريكانز 4 أهداف، متصدر أو متساوي مع شباب بلوزداد، ودخل مرماك هدف. أرقام جيدة، أرقام نقدر نبني عليها. ويا لاعبي النادي الأهلي ويا جهازنا الفني المحترم، اقفلوا ودانكم دايما، ركزوا في الملعب وما تسمعوش بره، إن الفترة اللي جاية هتسمعوا ناس عايزة توقعكم وناس عايزة تقطع فيكم كتير، لكن تركيزنا دايما منصب على النادي الاهلي. النهارده كان في مواجهه مهمه جدا في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. 2008 عندنا فريق 2008، فريق ما شاء الله فريق محترم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. قدر يفوز النهارده على نادي الزمالك في ملاعب الناشئين مدينه نصر 3-2. انتهت المباراه منذ قليل وقدر يفوز لاعبينا 3-2 على نادي الزمالك، وكانت مباراة كبيرة جدا وأداء أكثر من رائع من لاعبي فريق 2008. أقول لحضراتكم النهاردة التشكيلة اللي ابتدت المباراة، اللي ابتدى بيها المدير الفني الكابتن محمود بيومي. نادي الأهلي النهاردة ابتدى في حراسة المرمى عمر النحاس، خط الظهر حمزة الدجوي، عمر هشهش، حسن محمد، مهند الشامي، وسط الملعب عمر كمال، صالح موسى، بلال عطية، عبد الرحمن رامي الشهير بمانو، وآدم علاء، وفي خط الهجوم حمزة عبد الكريم. وشارك في الشوط الثاني محمد صبري شندي بدلا من صالح موسى، ويوسف محمود أوفا بدلا من عمر كمال. هقول لحضراتكم أهداف النادي الأهلي مين اللي أحرزها اليوم. افتتح النهاردة تسجيل النادي الأهلي في الدقيقة 14، كانت من ركلة الجزاء زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي، مهند الشامي صدها ارتدت ليه، حارس مرمى نادي الزمالك قدر يتعامل معاها بشكل جيد، لكن المتابعه الجيده والتركيز، كره متشاطه بقوه ردت له قدر يحطها، وكان ده هدف النادي الاهلي الاول في الدقيقه 14. ده هدف النادي الاهلي الثاني كان في الدقيقه 41، ضربه راس ومتابعه جيده هنا من ادم علاء، ضربه راس رائعه من حمزه عبد الكريم قدر يتعامل معاها بشكل جيد. هنا الكره العرضيه كره ممتازه جدا من باك ليفت النادي الاهلي، وهنا حمزه عبد الكريم واحد من المهاجمين المميزين جدا في هجوم النادي الاهلي، تعامل معاها بشكل جيد، حارس مرمى الزمالك تصدى ليها، وهنا المتابعه الجيده والانتشار الجيد من ادم علاء ليضيف النادي الاهلي الهدف الثاني له في الدقيقه 41. النادي الاهلي برضو كان في الشوط الاول يعني كل الاهداف في الدقيقه 45 ومع انتهاء المباراه، الهدف الثالث من عرضيه رائعه، وعمر هشهش المدافع يقدر يضيف الهدف الثالث للنادي الاهلي. وزي ما احنا هنا شايفين احتفالات لاعبي النادي الاهلي، وهنا هجمه مرتده سريعه، كان الزمالك بيهاجم في الكوره دي، لكن هنا التحول السريع من الدفاع للهجوم والانطلاقات السريعه، وقدر هنا لاعب النادي الاهلي عنده رؤيه ما يرضيش يسدد، حط بالعرض لواحد افضل منه علشان يضيف النادي الاهلي الهدف الثالث له. النهاردة كانت مباراة يعني تسيدها النادي الأهلي من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة. النادي الأهلي النهاردة كانت ممكن المباراة تخرج بأهداف
كتيره جدا. النهارده كانوا لعيبه النادي الاهلي رجاله، وزي اقول لحضراتكم شايفين الاهداف كلها اهداف ملعوبه، فيها جمل، فيها تحولات دفاعيه للهجوم بسرعه، فيها ضربات راس ومتابعه. ركله جزاء كانت في دقيقه 14 وكانت ركله جزاء صحيحه. يا ريت يا استاذ سمير نشوف الاهداف مره ثانيه عشان نحلل الاهداف، عشان الناس النهارده اللي ما تابعتش وما شافتش مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2008 اللي قدر يفوز فيها النادي الاهلي، زي ما احنا شايفين عارضين قدام حضراتكم خدمه هنا اربع نجوم ولا خمس نجوم. الهدف الاول كان في الدقيقه 14 وركله جزاء قويه من مهند الشامي زي ما قلت لحضراتكم، واحتفالات هنا كل لاعبي النادي الاهلي. الفريق ده بيضم لعيبه مميزه جدا، سواء بلال عطيه واحد من نجوم الفريق، عبد الرحمن رامي مانو واحد ايضا من نجوم الفريق، حمزه عبد الكريم واحد من المهاجمين المميزين اللي بينتظرهم مستقبل رائع، حراسه المرمى عمر النحاس واحد من المميزين وكمان اللي احرزوا الاهداف، مهند الشامي، ادم علاء، وعمر هشاش هنا ضربه راس مميزه وانتشار جيد من لاعبي النادي الاهلي، واحد واخد العارضه الاولى، واحد في الوسط هنا اللي ضرب راس هنا بلال عطيه، واحد ايضا من نجوم الفريق وواحد من اللاعبين يعني احفظوا الاسم ده، واحد من اللاعبين المميزين جدا بلال محمد عطيه، ومتابعه جيده طبعا وانتشار جيد من ادم علاء. الهدف الثالث وده طبعا فرحه لاعبي النادي الاهلي بالانتصار وبالفوز على نادي الزمالك، ودايما القمه المصغره بين الاهلي والزمالك بتلقى يعني متابعه كبيره. الهدف الثالث حلاوته هنا الرؤيه. الرؤيه سواء في التحول السريع والانطلاقات السريعه، والفريق 2008 عندنا لعيبه فيها عندها انطلاقات سريعه جدا. هنا الرؤيه كره محطوطه في الناحيه العكسيه واللعيب رايح على المرمى بيرفع عينه وبيحط الواحد زميله افضل منه علشان يكون ده الهدف الثالث للنادي الاهلي، وهدف فوز النادي الاهلي النهارده في مباراه كبيره انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه على شباب الزمالك في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك اليوم بثلاثيه. الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى النهارده على الفوز الحمد لله. اللعيبه النهارده كانوا رجاله الحمد لله، اللعيبه كانوا من الماتش اللي فات طبعا بتاع فاركو وعدوني ان هم ان شاء الله باذن الله يعملوا ماتش النهارده كبير جدا، وزي ما انت شفت في المباراه كده من بدايتها الحمد لله كان في تفوق لينا من بدايه اول دقيقه الحمد لله. فانا بشكر ربنا النهارده على المكسب وعلى الرجوله بتاعه الاولاد النهارده وروحهم النهارده في المباراه. طبعا اي فرقه، طبعا انت بتتكلم النادي الاهلي بتتكلم في تيم يعني في لعيبه المفروض يعني بوفره كبيره جدا بالنسبه لنا احنا، ما بيفرقش معانا بقى احنا النهارده مش معانا مين، واللعيبه كلها بالنسبه لي انا كلها واحد، وهم دايما انا بهيئهم دايما ان كلهم هيلعبوا، كلهم موجودين، كلهم هيشاركوا. فالحمد لله رغم الغيابات النهارده بتاعتي، انا عندي عدوي مصاب، عندي سيف مصاب، عندي يوسف علاء مصاب، عندي صنديد مصاب، عندي يعني عندي غيابات كتير الحمد لله، بس الحمد لله الناس اللي ادت النهارده، اللعيبه اللي لعبت النهارده كانوا رجاله وكانوا على قد الثقه الحمد لله اللي الواحد حطها فيهم الحمد لله. الف مبروك للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره، بنحمد ربنا ونشكر فضله، مباراه كبيره جدا. الولاد بسم الله ما شاء الله رجاله، عمر النحاس كان من وراهم الحمد لله تعامل مع كل المواقف اللي جات له كويس، والحمد لله رب العالمين 3 بونت نحطهم في الحصاله للدوري باذن الله. مباراه القمه طبعا دي بطوله لوحديها ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، طبعا احنا بنحضر ليها من خلال الاسبوع كامل مش من يوم المباراه بس، بنتعامل مع اللاعب نفسيا من خلال المواقف اللي هتجيله في المباراه، من خلال الثبات الانفعالي اللي لازم يكون موجود فيه. وطبعا الحمد لله عمر النهارده كان بمستوى الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله عليه، وكان عنده ثبات انفعالي جيد جدا وكان عنده قراءه لكل المواقف اللي جت عليه الحمد لله. الحمد لله بنحمد ونشكر ربنا طبعا على مكسب النهارده، وحب طبعا نشكر اللعيبه الرجاله اللي قاتلت لحد اخر دقيقه. ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش قمه، ماتش صعب، بس احنا الحمد لله سالنا نفسنا بالروح والرجوله، وطبعا بنحب نشكر الكباتن اللي شغالين معانا على اعلى مستوى، واحنا الماتش اللي فات من يومين مع فاركو
تعادلنا، فقلنا بقى ايه نفرح الكباتن بماتش النهارده ونكسب ونرجع يعني للاول تاني الحمد لله. ويعني قدرنا نرجع سكه الجهاز فينا بعد ماتش فاركو اللي فات وتعثرنا يعني وخسرنا بضربات الجزاء بعد التعادل وكده، بس الحمد لله قدرنا نكسب النهارده بتركيز كبير. وفي المحاضره الكابتن قال لنا ما حدش يغلط وبراحتكم. انا بشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني، وحب اشكر ربنا النهارده ان هو وفقنا والماتش ده احنا كنا واخدينه بجديه، ان احنا الماتش اللي فات تعطلنا ان احنا تعادلنا، والحمد لله الماتش ده احنا كنا نازلين مخططين ان احنا نكسب، الحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا. الله يبارك فيك. طبعا احنا كنا لازم نبقى رجاله بسبب اللي حصل للماتش اللي فات، واحنا كنا نازلين في المحاضره كنا نازلين وكنا مركزين وكنا متفقين ان احنا نبقى رجاله ونعوض اللي حصل، لان الماتش اللي فات احنا خسرنا لا قدر الله، نكسب اللي كنا لو كسبنا ماتش النهارده كل حاجه هتتمحي. الحمد لله كسبنا وكنا رجاله. الحمد لله والله نشكر الجهاز الفني والقطاع، والحمد لله كنا محضرين الماتش من اول الاسبوع وعارفين ان ده ماتش ديربي، والحمد لله قدرنا نعمل اللي علينا في الماتش والحمد لله كسبنا خدنا 3 بونت. الحمد لله طبعا على الفوز المكسب النهارده، اللعبه كلها كانت رجاله، احنا طبعا كنا خسرين ماتش فاركو، كان عندنا حافز طبعا نكسب ماتش الزمالك، والحمد لله يعني كنا قد المسؤوليه والثقه والحمد لله كسبنا النهارده. احنا كنا مركزين قبل الماتش وقعدنا بعد الماتش بتاع فاركو قلنا يا رجاله انسى الماتش ده ونركز في ماتش الزمالك، والحمد لله ربنا كرمنا عشان ركزنا. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على الاداء اللي كلنا اديناه، مش انا بس اللي كلنا كنا رجاله في الملعب والحمد لله طبعا. بنبارك لفريق 2008 للمره الثانيه انه فريق فعلا يستحق التحيه. النهارده ادوا زي ما قلت لحضراتكم مباراه كبيره وماشي ما شاء الله بخطى ثابته من بدايه انطلاق بطوله الجمهوريه. بمناسبه مباراه الاهلي والزمالك، كان في من كام يوم مباراه ل 2003 وفاز فيها الزمالك 2-1 على الاهلي، واحنا على الهوا بنبارك لفريق الزمالك انه قدر يفوز على الاهلي 2-1. لكن الغريب إن من وقتها لقيت الدنيا قامت ما عادتش، وكأن يعني حصل حدث يعني من الحوادث العجيبة في كرة القدم، مع أن الطبيعي إن النادي الأهلي بيفوز على طول على الزمالك، ده مش كلامي. تعالوا كده نرجع للسنة اللي فاتت علشان نفكر الناس شوية، الناس اللي قعدت تهلل وقامت وما خلتش الدنيا تقعد بمجرد فوز الزمالك على الأهلي في مباراة الزمالك أحرز هدفين في أول 10 دقايق، وبعد كده 80 دقيقة النادي الأهلي تسيد المباراة كاملا، أهدر ركلة جزاء، أهدر انفرادات كثيرة، قدر في الشوط الثاني يحرز هدف ويقلص الأهداف النتيجة، وكان ممكن يرجع. مباراة كانت كبيرة لكن كان في سوء توفيق. لكن الغريب بقول لحضراتكم لقيت الدنيا قامت ما عادتش، سواء في التعليق الرياضي سواء في البرامج الرياضيه. طب ما تيجي افكر حضراتكم السنه اللي فاتت كانت الارقام ايه والسنه دي برضو كانت الارقام ايه. زي ما احنا شايفين دي نتائج الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت، السنه الماضيه الاهلي واجه الزمالك، تواجه الفريقين 13 مباراه، الاهلي فاز في 10 مباريات، الزمالك فاز في ماتشين، والتعادل كان في مباراة وحيدة. شايفين النسبة قد إيه؟ ده الموسم الماضي الأهلي فاز في 10 لقاءات على الزمالك، مجموع اللقاءات الفرقتين سواء السنة اللي فاتت كان فيها 2001 و2003 و2005 و2006 و2007، الأهلي في 13 مواجهة فاز على الزمالك 13 مباريات. نبص تاني نفكر الناس، نفكر الناس بالمواجهات بالتفصيل. مواجهات الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية موسم 2022-2023، الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية مواليد 2001 قدر يفوز الأهلي 2-1. الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية مواليد 2003
فاز الاهلي 1-0، وفي المباراه الثانيه خسر الاهلي 1-0، وفي المباراه الثالثه واجهوا بعض ثلاث مواجهات فاز الاهلي 3-1. في دوري الجمهوريه 2005 فاز الاهلي 1-0، ورجع في مباراه العوده في 100 عقبه ايضا فاز النادي الاهلي 1-0. ده 2005. نكمل دوري الجمهوريه 2006، الاهلي فاز على الزمالك 2-1، والزمالك فاز على الاهلي في الجوله الثانيه 1-0، وقدر يفوز الاهلي في المباراه الثالثه 5-2 على نادي الزمالك. في دوري 2007 الاهلي فاز 3-1 في ملاعب الناشئين مدينه نصر، وفاز بنفس النتيجه في 100 عقبه 3-1. في دوري الجمهوريه مواليد 2008 فاز الاهلي 2-0 في ملاعب الناشئين مدينه نصر، وكان التعادل اللي جابي 1-1 في 100 عقبه. هي دي اللقاءات ودي مواجهات النادي الاهلي. السنة دي بقى 2023-2024 الفرقتين واجهوا بعض ثلاث مرات. فاز الأهلي على الزمالك في دوري 2009 2-0. في دوري 2003 خسر الأهلي من الزمالك 2-1. وفي دوري الجمهورية النهارده المباراة اللي كانت مقامة اليوم فاز النادي الأهلي 3-2. هي دي النتائج، احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا. ما بنجيبش حاجة من عندنا، هي دي أرقام الموسم الماضي وأرقام الموسم السنة دي. ماتشين الأهلي فاز فيهم ومواجهة. لكن الغريب اللي هنا اللي تقدر يعني استشفناه أو شفناه أو لاحظناه، بمجرد خسارة النادي الأهلي لمباراة قامت الدنيا، ما عادتش. وده كان غريب. سمعناه في التعليق الرياضي. وسمعناه في البرامج الرياضية. وبدأ تسليط الضوء على لعيبة الزمالك في مواجهة لو شافوها الأهلي تسيدها 80 دقيقة من 90 دقيقة، وكان النادي الأهلي ليه الأفضلية. علشان كده محتاجين يبقى في عدالة، عدالة في الكلام. ورسالتي هنا للكابتن علي محمد علي. صراحة الكابتن علي محمد علي ما كنتش فاهمه بصراحة، وهو بيعلق على مباراة الزمالك طرف فيها مع سوار الغيني، أكاديمية سوار الغيني، وبدأ يتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك في الناشئين. طب حضرتك يا كابتن علي ما تابعتش دوري الأشبال السنة اللي فاتت ودوري الناشئين في الجمهورية، وكنت بتتابع قناة النادي الأهلي وإحنا بنذيع مباريات الناشئين الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة وتفوق كاسح للاعبي النادي الأهلي عشان تقول النتائج؟ طب من العدالة انك تسلط الضوء على مباراة وحيدة للزمالك فاز فيها، والنهاردة كان الاهلي فاز على الزمالك في 2009، ويا ترى المباراة القادمة يوم الجمعة لو حضرتك هتعلق على مباراة الاهلي وشباب بوليسداد هتقول نتيجة 2008 النهاردة واللاعبين اللي قالوا وتعدد، وتقول السنة اللي فاتت النادي الاهلي اكتسح كل بطولات الجمهورية؟ مش ده العدل؟ كمان من العدل زي ما انت بتتكلم عن أخطاء النادي الأهلي ومشاكل النادي الأهلي وبرسيتاو وكولر ومين اتخانق ومين متذمر عشان القايمة ومين ومين ومين، مش في نتائج وفي إيجابيات كبيرة؟ تفوق النادي الأهلي في الصلاة واكتساح النادي الأهلي في ألعاب الصلاة سواء رجال أو سيدات، في قطاع الناشئين، في الفريق الأول اللي اكتسح 5 بطولات والسنة دي أنت ماشي على الطريق الصحيح. خسرت بطولتين، الكيرف ممكن ينزل، لكن انت ما زلت لحد دلوقتي انت بطل وانت متفوق في البطولات، وارقامك سواء في دوري ابطال افريقيا اللي عمره ما هيتقارن بالكونفدراليه، وخاصه السنه دي في اضعف نسخ الكونفدراليه السنه دي. والدليل ان ما فيش الفرقه اللي كانت بتخسر في دوري الابطال كانت بعد كده بتترحل للكونفدراليه، السنه دي ما اتعملش الموضوع ده، فبتشوف اضعف نسخ الكونفدراليه. مش من العدل انك تنصف النادي الاهلي وهو بيلعب امام يانج افريكانز، فرقه كانت مرشحه السنه اللي فاتت انها تاخد الكونفدراليه في اقوى نسخها، وهو كمان متفوق خارج الديار وهو 4 نقاط، مش هو ده العدل؟ نصيحتي ليك يا كابتن علي، وانت عارف ان احنا بنحترمك ونقدرك، انك لازم تمسك المسطره من النص، ميولك خليها خارج الهواء. كابتن حماده امام كان راجل زملكاوي واحد من اساطير الزمالك، لكن واحنا اهلاويه كنا بنتمنى ان هو يعلق لنا على المباريات. عارف ليه؟ عشان كان منصف،
لما النادي الاهلي كان بيلعب في افريقيا، وانا اتذكر مباراه 2005 امام النجم الساحلي وعلقها على التلفزيون المصري كابتن حماده امام، ازاي كان بينصف النادي الاهلي وبيعلم من قيمه النادي الاهلي، وكان بيكلمنا واحنا اولاد صغيره بعد المباراه عشان يقدم لنا النصيحه. هو ده المعلق اللي ما بيبقاش يظهر ميوله الكرويه سواء للاهلي او الزمالك. لازم تمسك المسطره من النص، ان اللي بيتابعك ويشوفك ويستمع اليك ملايين من الجماهير. عشان كده كانت دي رساله عتاب الى الكابتن علي محمد علي اللي احنا ما زلنا نقدره ونحترمه ونجله. هي دي بس كانت بعض النقاط في مباراه الاهلي والزمالك اللي انا كنت حابب اوضحها لحضراتكم علشان يبقى في عدل وفي انصاف، يكون في عدل وفي انصاف علشان النادي الاهلي ما يخسرش مباراه. نلاقي الكم من الاعلام وكم من التقليل من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكم من الانتقاد، في المقابل النادي الاهلي فاز مباريات كتير السنه اللي فاتت والسنه دي، وما تحطش النادي الاهلي في حجمه الطبيعي او تدي الناس اللي شغاله حجمها الطبيعي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل شفنا عجب العجاب في مباراه الاهلي والزمالك 2003، عجب العجاب، حاجات ما بتحصلش غير في اللالالاند، هنعرفها وهنشوفها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في مباراه 2003 اللي فاز فيها الزمالك على الاهلي، المباراه دي كانت فيها عجب العجاب. هقول لحضراتكم، كابتن ميدو كان مدرب وكان ولي امر في نفس الوقت، وكان واقف على الخط. افتح لنا الكادر لو سمحت يا سمير. زي ما احنا شايفين دي المباراه الاهلي والزمالك اللي اتلعبت في ملعب الزمالك. هو الكابتن ميدو يعني هو بيكلم نجله قبل ما ينزل المباراه، يعني يا ترى اللقطات دي بنشوفها في اي ملاعب؟ احنا عندنا في النادي الاهلي كابتن سيد معوض ابنه بيلعب في القطاع وبيتابع المباريات، كابتن سيد عبد الحفيظ ابنه يوسف بيلعب في النادي الاهلي في فريق 2005 وايضا بيتابع المباريات، وده من حقه كولي امر انه يتابع ابنه في التدريب، يتابع ابنه في المباريات، دايما يدعمه دايما يسنده، وده حقه. لكن لما بتشوف الكابتن سيد معوض والكابتن سيد الحفيظ وهم قاعدين بره، هل ممكن نشوف ان كابتن سيد يجيب ابنه اثناء المباراه تعالى انا هديك نصايح 1 2 3؟ لا. هل الكابتن سيد معوض في مره من المرات واحنا بنذيع مباريات كتير امن على الكرسي كده واقف على الخط ونادى ابنه عمر تعالى سيب المدرب تعالى انا هقول لك نصايح؟ او شفت الكابتن سيد حفيظ او الكابتن سيد معوض او ايا كان مين واقف على الخط زي المدير الفني واقف بيوجه اللعيبه وبيتكلم؟ عجب العجاب. يا ترى في العالميه اللقطات دي موجوده؟ في الكره العالميه يا كابتن ميدو بتشوف يعني كان اللقطات دي موجوده ان ولي امر يقف على الخط ينادي ابنه اثناء المباراه تعالى اوجهك، مالكش دعوه بالمدير الفني، حقك انك تساند ابنك وحقك انك تدعمه، لكن احنا هنا بننصحك كولي امر، الكلام ده ما بيحصلش. هنروح للامر الثاني، وامر يعني مهم جدا، مستر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. حضرتك مهنتك على المدفع ايه؟ انت حضرتك التايتل اللي جاي بيه تشتغل بيه ايه؟ انت حضرتك مش جاي المسمى المدير الفني لمنتخب مصر، ولا جاي حضرتك جاي تلعب دور الوسيط بين الأندية، ولا جاي حضرتك حلال المشاكل، ولا جاي النهاردة تتابع الأندية علشان تنتقي لاعبين عشان منتخب مصر. استغربت قوي من كلام الأستاذ أو الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في تصريحاته، وهو بيقول إن مستر فيتوريا بيلعب أو بيقوم بدور الوساطة بين النادي البرتغالي وبين نادي الزمالك علشان يحل مشكلة القيد. فأنا استوقفني هذا الأمر، إزاي؟ هو أنت حضرتك كمدير فني للمنتخب دورك إنك تحل مشاكل الأندية ومشاكل القيد؟
ويا ترى مستر فيتوريا بعد ما تحل له مشكله القيد هترشح اللعيبه اللي هتروح نادي الزمالك في يناير كمان؟ ولا حضرتك جاي عشان تتابع الانديه من المدرج وتتواصل مع المديرين الفنيين، جاي تتابع المحترفين مرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح مصطفى محمد والنني، ولا جاي هتلعب دور الوساطه بين الانديه علشان تحل مشاكل الانديه؟ لازم تحدد انت النهارده مدير فني لمنتخب مصر مش لنادي. ليك حريه اختيار اللاعبين، كلنا في ظهرك لما بتختار لعيبه، لما لعيب بيخطئ بنطلع كلنا نقول اللعيب خطا منتخب مصر الاول، لكن هنا احنا بنوجهك وبنقول لك السكه اللي حضرتك ماشي فيها دي سكه مش مظبوطه. انت النهارده اسمك المدير الفني لمنتخب مصر، مش مدير فني لنادي. لما تبقى مدير فني النادي اقدر بقى ساعد النادي، حل مشاكل القيد، حل مشاكل المديونيه عنده، اعمل ما بدالك. لكن النهارده انت مدير فني لمنتخب مصر. علشان كده اتمنى الساده اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم يعدلوا طريق مستر فيتوريا، علشان محتاجين الكره المصريه تتوحد. داخلين على معترك مهم، كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، بلاش نشرد بره الطريق الصح. لازم تبقى المسطره واحده يا مستر فيتوريا لكل الانديه. دي كانت رسالتي لمستر فيتوريا علشان تبقى الامور واضحه بالنسبه للجميع. النهارده كان في مباراه ايضا زي ما قلت لحضراتكم، كانت مباراه 2008 اللي فاز على نادي الزمالك. كان في ارض ايضا مباراه لفريق 2005 بقيادة الكابتن حسن محمد، قدر يفوز لاعب النادي الاهلي النهارده على نادي فيوتشر بنتيجة 1-0. احرز الهدف احمد عبدين، كانت كرة ثابتة، احمد عبدين من المدافعين المميزين، طلع في كرة ثابتة، قدر النهارده يتعامل بضربات الرأس وقدر النهارده يحرز هدف التقدم للنادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي يفوز على مودرن فيوتشر بهدف عبدين. النادي الاهلي النهارده ابتدى في حراسه المرمى حازم جمال، في الدفاع يوسف جمال، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، احمد عبدين، وفي الوسط كباكا، يوسف عبد الحفيظ، هشام مصطفى، سيف ايمن، ويوسف عفيفي، وفي الهجوم محمد رأفت، وشارك معاذ عطيه بدلا من يوسف عبد الحفيظ، ومحمد احمد سعد شيبه بدلا من رأفت، وعلي اديب بدلا من سيف ايمن، وطارق فوزي بدلا من هشام مصطفى، ومحمد عبد الله بدلا من يوسف عفيفي. بنبارك لفريق 2005 وكل التوفيق ليهم خلال الفتره الجايه. دي كانت كل اخبارنا وتغطيتنا للقطاع، لكن نروح لقطاع مهم جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، قطاع بيحقق ايضا نتائج جيده جدا، وهو قطاع البراعم. كابتن تامر حفني، كابتن بدر رجب، الكابتن محمد شوقي، الكابتن وليد سليمان، عاملين شغل اكثر من رائع مع هذا القطاع، وهو فريق يعني قطاع البراعم اللي بيبتدي من 2011 2012 13 14 لسه 15 مسابقته ما تكون السنه القادمه باذن الله. نروح نشوف تقرير البراعم مع 2011 ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب، يعني معايا فرقه ما شاء الله يعني كويسه، وبراعم النادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي كلهم خامات ما شاء الله، الكواليتي بتاعها عالي وفرقه كويسه. هو في الاول بس طبيعي لسه صغيرين، فطبيعي في بدايه الماتشات بيبقوا في توتر شويه، لكن احنا عندنا سيستم من اول السنه نعودهم عليه ان هم يتمتعوا يخرجوا مبسوطين. النتيجه بالنسبه لنا مش مهمه قوي قد ما النتائج ان الاداء يبقى افضل. ان احنا مأمنا في الاول والاخر ان نعمل لعيب للفريق الاول، نعمل لعيب بعد كده، وده اهم حاجه عندي، واهم حاجه عندي اداره النادي. فالحمد لله قدروا ان هم يقدروا يجيبوا 7 جوان النهارده، والماتشات اللي فاتت كان نفس الكلام برضو، جايبين حوالي 32 جون زائد 7 ناقص 39 جون، ما دخلش غير جون واحد. لكن برضو المهم بالنسبه لنا ان الاداء وان الولاد تتاسس صح عشان احنا بنعمل لعيب للقدام. الحمد لله الاولاد النهارده كانوا كويسين جدا، بنتكلم معاهم الماتش، بنعمل روتيشن للحراس كلها لازم تلعب، ان انت تلعب النهارده حافظ على الوقت اللي تنزل تلعب فيه، ان ما يخش فيك اهداف، ومركز لغايه نهايه الموسم. لكن بالنسبه لنا احنا هنا الحراس لازم كله يلعب وكله يأدي، ودي بالنسبه للبراعم شغل كابتن احمد ناجي وكابتن ابراهيم ابو عزيز، تعليماتهم ان كله لازم يلعب وكله يشارك، والحمد لله النهارده على كده. الحمد لله نشكرهم النهارده. كنا كويسين قوي النهارده، وجبت جون حلو، كان ماتش صعب في الاول بس فاكر لما جبنا اول جون.
النهارده ماتش يعني سهل، يعني المفروض كناش يعني نلعب سهل في الاول، بس بعد ما جبنا الجون التاني بدانا نستحوذ ونلعب ان احنا نلعب سهل ونهدى وان احنا ما نتسربعش ونلعب كوره. كان ماتش صعب في الاول بس لما جبنا جون الدنيا فتحت وبدانا نجيب التاني والتالت وكنا ماشيين كويس. نلعب السهله وبس. الاسكان نبص في دوران قبل ما نستلم ونستلم بدوران. هو الماتش الاول كان صعب بس بعد ما خدنا الماتش وكده الحمد لله يعني لعبنا كويس، وبعد اول ما جبنا اول جون فوقنا وعملنا الحاجات اللي الكابتن قال لنا عليها، يعني قال لنا دايما تفتحوا الملعب يعني الاخره، تفتحوا مساحه الملعب والاسكان والروند والحاجات دي. الحمد لله احنا طبعا بناخد كل ماتش بماتش. الحمد لله نادي فرقه سكه الحديد فرقه طبعا فرقه كبيره. في الاول كنا متوترين شويه انما في الاخر اظهرنا اللي احنا عندنا كوره وهدينا اول ما احنا حطينا الجول الاولاني والتاني، بعد كده حافظنا، بعد كده نزلنا ريحنا الشوط التاني. هو طبعا الكابتن بيشتغل علينا قبل الماتش استحواذ، امتى نهدى وامتى نلعب، ونشتغل على الكورنرات وعلى الـ وعلى الـ وعلى الضربات الحره وعلى مين اللي هيلعب ضربات الجزاء، عشان احنا لازم نكون محضرين عشان مثلا وقت الماتش مثلا ما حدش يقول انا ومش انا، لا هو احنا نكون محضرين. وكمان احنا بالنسبه لنا احنا كلاعيبه بالنسبه لنا اي حد يخش عادي، كلنا قلبنا على قلب بعض. نروح نشوف ايضا تقرير اخر مع براعم 2012. الحمد لله الاداء النهارده كان بشكل كويس مرضي لينا جميعا. احنا الحمد لله شغالين كجهاز فني ان احنا نشتغل الاول على التطوير ونشتغل ان احنا اكيد التطوير هيجيب النتائج. الحمد لله واصلين بعدد كويس جدا من المجموعه اللي معانا الفرقه، ان احنا عندنا مجموعه كبيره الحمد لله قدرنا نوصل بيهم لمرحله معينه من التطوير، ولسه عندهم ان شاء الله احسن من كده بكتير ان شاء الله. يعني احنا على طول يعني هدفنا احنا كجهاز فني ان احنا، ودي طبعا تعليمات الكابتن بدر والكابتن محمد شوقي والكابتن وليد سليمان، ان الولاد تنزل تتبسط ويبقى ادائهم كويس ويلعبوا باريحيه. طبيعي المرحله السنه دي مرحله تعليميه، فطبيعي ان احنا بناكد عليهم وبنشتغل معاهم طول الاسبوع على الحاجات اللي احنا بنطلبها منهم، وهم الحمد لله بيجوا في وقت المباراه بيادوا. في ساعات بيبقى لسه شويه الاداء مش احسن حاجه، لكن بيوصلوا لمرحله معينه ان شاء الله. يعني الحمد لله الواد ماشيين بشكل كويس، الاداء كويس جدا، ودي اهم حاجه احنا بنبص لها. طبيعي الاداء لما بيبقى كويس بيبقى في نتيجه كويسه، والولاد ادوا اللي عليهم. احنا اللي احنا اتكلمنا معاهم في المحاضره او شغالين على طول الاسبوع، الولاد قدروا ينفذوه بشكل كويس، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني السن الصغير ده ما انت بتتكلميش معاه كتير، هي اهم حاجه كل الكلام كله يبقى تحفيزي وتتعامل مع الولد نفسي مش اكتر من كده، لان السن ده مش محتاج اي ضغوطات. احنا بنتكلم مع الولاد لازم نبقى هاديين، اللي اشتغلنا عليه طول الاسبوع نحاول نأدي في الماتش، يشتغل شغلنا الطبيعي اللي احنا اتعودنا عليه ونتمرن عليه وبس. ده اللي بيبقى الكلام مع اللعيبه يعني، وبالتالي ده بينعكس على الولاد، بيبقى نازل هادي وبيقدر يأدي بشكل كويس. طبيعي بص كل ولد عنده امكانيات وكل القدرات مختلفه من ولد للتاني، احنا دورنا كمدربين ان احنا نشتغل على امكانيات الولد ونحاول نطور الامكانيات اللي عنده، ده دورنا احنا. والحمد لله احنا عندنا الكواليتي في الفرقه لعيبه كويسه جدا، وان شاء الله يبقوا حاجه كويسه ويبقوا كمان مستقبل للفريق الكبير في اللي قدام باذن الله. الحمد لله كسبنا بنتيجه حلوه وادينا اداء حلو، والحمد لله يعني كسبنا بفوز 8-0 او 9، يعني الحمد لله عملنا كل حاجه في الكوره، كنا بنضغط من اول دقيقه عشان نكسب. الحمد لله يعني كنا لعيبه حلوه يعني وادانا بشكل كويس، ومن اول دقيقه الحمد لله ضغطنا وحققنا الجون الاول والجون الثاني على طول في اول الماتش. الحمد لله احنا كنا كويسين، ادائنا كان كويس النهارده. بدانا الشوط جبنا جون في اول 3 ثواني، يمكن ده اسرع جون جبناه السنه دي. الحمد لله كنا كويسين، والحمد لله يعني الحمد لله كان اداء كويس.
واشكر فرقتي عن الاداء اللي هم عملوه والنتيجه. والحمد لله الكابتن قال لنا ان احنا كنا كويسين النهارده واحنا واخدين الامور بجديه. الكابتن قال لنا ان احنا الماتشين اللي فات ما كناش احسن حاجه، والحمد لله نزلنا فرحنا الكابتن بينا وكسبنا الحمد لله. النهارده انا صليت بعد كده رحت النادي، رحت القناه الفاتحه ونزلت كنت مركز قوي. بعد كده عندنا كله بتوفيق ربنا الاول، بعد كده بتوفيق صحابي نزلنا ولعبنا وجبنا جوان كسبنا الماتش. جبت جونين، الجونين الجون الاول انا لعبت، هو لعب لي الكوره شريطها دخلت في الجون، الجون الثاني ضربه جزاء. الحمد لله بدانا الماتش ناويين على المكسب فدخلنا ضغطين كويس، والحمد لله سجلنا في الاول وسجلنا الثاني والثالث وكتير يعني الحمد لله على المكسب. ايضا نروح نشوف تقرير اخر مع فريق النادي الاهلي مواليد 2013. هو احنا شغالين طبعا مش على التطوير بتاع حراس المرمى، هو كابتن احمد ناجي وكابتن ابراهيم عبد العزيز اللي احنا نطور حارس المرمى ماشي يطلع القطاع يبقى اللي هو متطور كامل لكل حاجه في الماتشات. بنشتغل على الماتشات من البدايه اللي احنا نطور حارس المرمى اللي احنا يبقى كامل. هو شغلنا كله على الاخطاء، هو مش هو شغل حارس المرمى كله على الاخطاء طبعا. هو نفسيا طبعا هو احنا بنتكلم معاهم نفسيا، ده بيكون قبل المباراه مش بيكون بعد المباراه طبعا. هو احنا ما بنتكلمش على النتائج خالص، احنا بنتكلم كل حاجه على مش هو كل حاجه على التطوير. والله احنا اتكلمنا معاهم قبل الماتش ان هم يبقوا هاديين، يحاول يلعب براحته ويحاول ان هو يلعب لعبه في النادي الاهلي، فبنحاول ان احنا نخلي الاولاد يبقوا اندر كنترول شويه ان هم يشتغلوا في الملعب الشغل اللي هم واخدينه على مدار السنه كلها بس. فالحمد لله وفقنا الحمد لله النهارده. والله احنا بنتكلم معاهم ان هو يبقى معظم الوقت هادي، ما يتاثرش بالاجواء اللي حواليه سواء من حكم من جمهور من حتى من الكباتن اللي بتبقى واقفه بره، ان هو يلعب زي ما بيلعب العادي بتاعه، يلعب لعبه ويبقى الطبيعي مش مضغوط، ما يبقاش شايل هم حاجه في الملعب، بيلعب براحته يعني بيشتغل براحته بس. السكيلز اللي لمسته للكوره ازاي يتحرك في الملعب، ازاي يفنش كويس على الجول، يشتغل كل حاجه هو بياخدها في الكوره يعني. الحمد لله يعني كنا كسبانين في الاول 1-0 والحمد لله يعني فوزنا بالجول الثاني. احنا بصراحه كنا متوترين في الاول عشان كنا السنه اللي فاتت في الدوري كنا خسرنا من طلائع الجيش 1-0 بس الحمد لله يعني النهارده يعني كسبنا. لازم طبيعي ننام بدري وناكل كويس، لازم نعمل الحاجات دي كلها ونتمرن كويس، نشد حيلنا ونخلي في دماغنا اللي احنا يعني رايحين ماتش مهم ولازم نكسبه. الحمد لله اللي احنا فزنا، وطبعا عملنا مجهود كبير اللي احنا فزنا، والحمد لله طلعنا 2-0 من الماتش الحمد لله. عارف ان انا حلمي ان انا اطلع لاعب كبير، محمد صلاح عندي، نيمار عندي، ميسي عندي، كل الناس دي يعني كنت بشجعهم كده، واي كره بترجع ورا بدافع عشان انا باك ليفت وكنت لازم اهاجم برضو. بس يعني هو كان ماتش يعني احنا كنا مبسوطين عشان كسبنا طبعا، بس الاول كنا خايفين شويه عشان هو ماتش كان صعب شويه، بس يعني عادي الحمد لله كسبنا. في الاول يعني الماتش كان كويس بس احنا كنا متوترين شويه عشان في ناس من اللي احنا كنا بنلعب ضدهم ما كانوش عارفين 2013، بس في الاخر عرفنا نلعب عشان في ناس يعني ما كانتش متوتره وكانت حظها حلو في الماتش، والفرقه الثانيه ما كانتش برضو بتلعب على زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت مثلا كانوا بيلعبوا احسن من كده اكيد يعني، كنا عاملين ماتش حلو كلنا وان شاء الله الماتشات الجايه نبقى احسن، والفرقه برضو كانت مساعدانا احنا كلنا يعني كنا كويسين. ما شاء الله الشكل العام حاجه تفرح، حاجه حلوه جدا، الالتزام وانتظام والشكل العام، الزي الموحد، المدربين، الملاعب، فعلا النادي الاهلي هتلاقيه دايما غير. نروح ايضا نشوف تقرير براعم اخر مع ناشئ النادي الاهلي براعم 2014.
الحمد لله الولاد ماشيين كويس جدا، شغالين مع الولاد بطريقه كويسه من اول بدايه السنه. معانا كابتن بدر رجب، معانا كابتن تامر حفني، الحمد لله شغالين ببرامج علميه للولاد عشان نطورهم ونخليهم كويسين الحمد لله. فده ناتج بيحصل في الملعب وخلي الماتشات شكلها كويس وبنادي اداء كويس ان شاء الله. طبعا العامل النفسي مهم جدا للطفل الصغير، بنحاول نديله الثقه، بنحاول نديله طول الوقت تعليمات بسيطه جدا عشان خاطر الولد بيبقى في ستريس لوحده، فاحنا هنخلي الولد طول الوقت ان هو يكون مبسوط وهو بيلعب يكون فرحان وهو بيلعب كوره. دي اول حاجه. بعد كده بنبدا نديله تعليمات واحده واحده ان الولد يبدا ينفذ الحاجات اللي احنا بنديها له في التمرين. فالحمد لله الولاد شكلها كويس، رغم ان الموضوع بيبقى صعب جدا على الطفل الصغير خاصه ان احنا في النادي الاهلي، فالولد دايما بيكون في ستريس، فاحنا بنحاول نخليه الولد يكون مبسوط والامور تبقى ماشيه كويس الحمد لله. منطقه القاهره عامله البطوله من غير نتائج، بس احنا الحمد لله كسبنا كل الماتشات ما عدا ماتش واحد بس اتعادلنا مع فيوتشر، بس الولاد كلها بتادي اداء كويس الحمد لله يعني. اهم من النتيجه يعني. والله احنا تجهيزات المباراه دايما بنبداها من اول اسبوع، بنقعد احنا وكابتن تامر حفني وكابتن بدر رجب وكابتن علي الطويل، بنقعد نحضر لمطلوبات المباراه، دايما بنقعد نتفرج على الفرق اللي هي هنقابلها المباراه القادمه، نشوف نقط الضعف والقوه بتاعتها، بنبتدي نحفظ اولادنا وبنشتغل على هذا الاساس على الجيم. طبعا البراعم مختلفه جدا على الفرق الناشئين، دايما البرامج احنا بتيجي في اختياراتنا دلوقتي الحاجات السلوكيه، الحاجات المهاريه دي اهم حاجه بنبص عليها، والناحيه التربويه اهم حاجه دايما احنا بنتكلم فيها مع الاولاد. احنا النادي الاهلي احنا عندنا قيم وعندنا مبادئ دايما بنشتغل عليها والاسس، دايما التربيه بتاعتنا لازم بتكون مختلفه. انت لو بصيت للمهرجان شغال، احنا شغالين بمفهوم مختلف خالص، يعني الاولاد في السن ده مش عايزه ضغط كتير عليها، لا احنا بنتكلم في حاجات مهاريه، حاجات بسيطه نقدر نعلم بيها الاولاد. كابتن علي بيقول لنا خرائط نعملها وننفذ الخرائط اللي هو بيقول عليها عشان نكسب المباراه. المباراه كانت كويسه، الفرقه اللي قدامنا كانت كويسه بس احنا في حاجات افضل عملناها. كابتن علي بيدربنا على حاجات كده ماشي احنا بننفذها في الملعب. الماتش كان حلو ونفذنا الكابتن قال لنا، وحاولنا نعمل اي حاجه وقعدنا نعمل تكتيكات عشان الكابتن قال لنا، وقعدنا نطلع الكوره اللي قدام ونستحوذ على الكوره ونستعد، لازم ننام كويس ونسمع الكابتن وناكل كويس ونصحى بدري والحاجات دي يعني. الحمد لله يعني احنا كسبنا 4-5-0 ولعبنا كويس قوي وانا جبت جول يعني. كان بيشجعنا مثلا بيقول لنا، كان بيقول لنا يعني نعمل ايه في الماتش، نلعب ازاي، نضغط ازاي، نشوط كده يعني. الحمد لله احنا عملنا لعبنا كويس وادينا باداء كويس، والكابتن علي طبعا قال لنا خطوات احنا المفروض نعملها، واحنا الحمد لله يعني فزنا 5-0. ان انا احتفل في ريال مدريد كريستيانو رونالدو. واخيرا كاميرا الاشبال كانت مع ناشئات النادي الاهلي للكره النسائيه. نروح نشوف مع بعض التقرير ده عن ناشئات النادي الاهلي للكره النسائيه مواليد 2004، وبعدها لفاصل، وبعد الفاصل واحد من نجوم الزمن الجميل النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. طبعا الحقيقه فكره الكره النسائيه دي لكره القدم طبعا ما كانتش موجوده في النادي من سنين طويله، وانا متابع الحقيقه طبعا بحكم شغلي في الاتحاد الافريقي انه كره القدم دي الان الفيفا اصبحت بتصر على انها تلعب من الجنسين، لانه الحقيقه كره القدم الان في كاس العالم الاخير اثبتت انه كره القدم النسائيه اصبحت لها رواج كبير جدا، ويعني جذبت مستثمرين كثير جدا في من الرعاه، واصبحت لها ثقل كبير جدا. واخر مباراه في كاس العالم الحقيقه اللي اتلعبت السنه دي كانت حقيقه افرزت لعيبات على قدر كبير جدا من المهارات اللي هي تفوقت على بعض اللاعبين الكبار اللي موجودين في الساحه الحاليه. الطلبات عندي جت كثيره جدا فعرضتها على اللجنه، الحقيقه اللجنه وافقت، شكلنا اول كره او اول اكاديميه كره نسائيه في مدينه نصر. الحقيقه كانت حقيقه مش عايز اقول لك قد ايه الجذب اللي كان موجود والعدد كبير قوي كان في الفتره الاولى اللي عملنا فيها الاكاديميه. والان طبعا حقيقه دخلنا في موضوع مهم جدا،
ليه عملنا فريق كره نسائيه يلعب دوري؟ ما كانش حاجه في الدماغ، لانه ما كانش فيه يعني اتجاهات ان انا العب دوري، ما فيش. فلقينا بقى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي طلب لكل الانديه اللي بتلعب في دوري المحترفين او دوري الحياه الكاف اللي هي دوري الابطال وكده، انه لازم يكون عنده الفريق اللي بيلعب يكون عنده فريق كره نسائيه على الاقل 17 19 سنه اذا ما كانش فريق اول. وزننا طبعا بنبني في هذا الموضوع، والحمد لله المفاجاه الكبيره ان احنا لعبنا اكثر من 7 مباريات ما خسرناش غير مباراه واحده. تخيلي مع فرقه بتلعب بقى لها سنين طويله جدا، ودي حاجه الحقيقه انا بعتقد انها يعني نجاح يعني انا ما كنتش اتوقعه. البدايه بتاعتي كانت انه ازاي هي عندها المسؤوليه ان هي تلعب اصلا بتيشيرت الاهلي، فلازم يتزرع فكره الاهلي وفكره الانتباه وفكره البلاس 90 وشياطين الحمر وكل الحاجات اللي احنا عارفينها طبعا. فده ادى انطباع وادى روح ليهم مختلف تماما، بلس كمان الاخلاقيات واللعب وطرق اللعب والشكل الحديث والتحمل المسؤوليه والالتزام، كل ده اختلف تماما معاهم واتبنوا على السيستم ده. ده غير كمان ان احنا بنهتم بحياتهم الشخصيه، لو في اي حد عنده مشكله احنا فاتحين له الباب تماما ان هو يتكلم معانا، وكمان ممكن نقدر نحل مشاكله كمان عشان يكون مركز معانا في اللي احنا بنعمله. بدايه هو في البدايه طبعا كان اول مره يلبسوا تيشيرت الاهلي وينزلوا بيه، فكان هم كانوا مش مصدقين نفسهم، فطبعا كان في شويه رهبه، تيشيرت الاهلي برده تقيل، فماتش ورا ماتش كان الموضوع بيبقى افضل وابسط. كانت المنافسات طبعا شرسة، اي حد بيجي يقابلك نازل لك بتقله، وحتى لو حد بيلعب 70% ونازل بيلعب لك 200%، فطبعا لا لغايه دلوقتي عملنا ماتشات كويسه جدا باداء مرضي جدا جدا بالنسبه لان هم اول فريق يتكون في النادي الاهلي واول مره يلعبوا مع بعض من كام شهر بس، فلا بالنسبه لي هم سوبر بصراحه. نمره واحد ان احنا كان عندنا من سنتين الاهلي اخيرا قرر انه يعمل او كابتن شطه بالاخص ان هو قرر انه يعمله اكاديميه كره قدم نسائيه، فهم استعانوا بكابتن اميره يوسف، وكابتن اميره يوسف جابت الجهاز بتاعها وعملنا ان احنا اشتغلنا على اول سنه اكاديميه كره قدم نسائيه، فكان العدد كويس جدا فاشتغلنا عليهم، وكنا نتمنى ان السنه اللي فاتت كان نبدا الفريق بس اتاجل للسنه دي، فاحنا بقى لنا 2 سيزونز عاملين اكاديميه كره قدم نسائي عشان نقدر نقوم قوام للفريق. البدايه يعني كويسه جدا، وطبعا مع جهاز قوي جدا كابتن اميره وكابتن ايات وكابتن نوره، الحمد لله كلنا بنكمل بعض. الحراس طبعا يعني معانا من يعتبر بنقول ألف ب اساسيات وماشيين معانا خطوه خطوه وتمام، ويعني في تقدم بيكتسبوا خبرات من الماتشات لان سن صغير ولسه ماتش 2 3 كل ماتش بياخدوا خبره اكتر من الماتش اللي قبله. انا لما كنت في فريق مثلا قبلي كان طبعا كنا بنجهز كويس وكده، بس لا انا لما رحت الاهلي انا لا اتفاجئت يعني، لا تجهيز واساتك وبنعمل فتنس جامد، ولا يعني لا يعني في انا حاسه بين كابتن اميره وبين اللعيبه كلهم ان هم لا عايزين ياخدوا الدوري، وفي روح كده. طبعا انا طول حياتي كان نفسي العب في الاهلي، انا مشيت من النادي ورحت الاكاديميه لعبت فيها سنتين عشان العب في الفرقه، وقعدت في الاكاديميه ويعني اتمرنا وعملنا كل حاجه لحد ما وصلت لحته ان انا اقدر العب في فرقه، والحمد لله اخذوني في الفرقه من الاختبارات ومن الاكاديمي من كل حاجه، وبس يعني كان شعوري طبعا يعني احسن حاجه حصلت، لان كله يتمنى طبعا ان هو يلعب في نادي كبير زي ده وشايل اسم زي ده ويلعب باللوجو زي ده. كان في تمرينات كتير وحاجات كتير، كنا بننزل كل يوم زي معسكرات كده، وكان كابتن اميره طبعا تعبت معانا، وكابتن شطه كان برده معانا طول الوقت، وكلهم يعني كانوا في ظهرنا وكده. لا انا اصلا اهلي كلهم اهلاويين، بس انا محدش يعني شجعني، انا اللي اخذت الخطوه دي بنفسي، وانا اللي كنت مسافره ونزلت مخصوص عشان اجي الاختبارات، ورغم ان الناس كلها كانت شايفه يعني اني ممكن يعني ما بقاش لعيبه في نادي الاهلي، بس انا صممت وجيت لوحدي والحمد لله جيت. انا كنت مع كابتن اميره وكابتن ايات في الاكاديميه من ساعه ما فتحنا، وكان عندنا فرقه كده كوناها في الاكاديميه، وكنا بنلعب ماتشات فريندلي يعني مع ناس تانية، وبعديها لما جم يفتحوا فرقه كابتن اميره وكابتن ايات طبعا اختاروني انا وجانا كابتن بتاعتنا وكذا واحده تانية ان نيجي معاهم الفرقه، وابتدينا في الصيف يعني. طبعا كان عندنا اعداد فتره اعداد قويه جدا يعني، كنا طبعا بنجيب في نفس وكده يعني، وكنا يعني كنا
مش عارفة أقول إيه بالظبط. كنا بنلعب كنا بنشتغل على نفسنا. طبعا قبل أي ماتش أنا ببقى براجع أخطائي، عايزة أصلح من ده في الماتش ده، عايزة أعمل كذا كده يعني. أنا أولا أصلا كنت بلعب في الأكاديمية مع كابتن أمينة وكابتن زيزو، كنت بلعب، رحت الأول كلاعب، بعد كده كابتن زيزو شافت فيا مهارة قالت لي تعالي معايا حارس، ورحت وكانت اشتغلها معايا من الأساسيات حراس مرمى، كانت تعلمني إزاي أمسك الكورة وكده، ولعبت معاهم لمدة سنتين. بعد كده كابتن أميرة وكابتن زيزو قالوا لي أنت هتيجي معنا التيم وكده، جيت التيم، وبرضو كابتن زيزو كانت برضو بتعمل لنا نفس وبتمرنا تمرينات. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي وضيفكم النهارده واحد من نجوم الزمن الجميل، واحد يعني ساهم في اكتشاف مواهب كتير جدا في الكره المصريه، واصبحوا بعد كده نجوم في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. انا على المستوى الشخصي كان ليا موقف معاه، كان اول موقف اتعامل معاه لما كان هو رئيس لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وانا باخد اول خطوات التدريبيه ورحت النادي الاهلي عشان اقدم السي في بتاعي عشان اشتغل مدرب في قطاع الناشئين النادي الاهلي، وكان هو وقتها رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي. حسن الاستقبال وحسن المعامله وازاي بيكبر من المدربين بتوعه. ضيفي وضيفكم النهارده النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. شرفنا كابتن عادل. كابتن اسامه، اخبار حضرتك ايه؟ منور دايما يا كابتن. كله تمام؟ كله زي الفل والله يا كابتن، الحمد لله. النهارده فريق الاعداد مجهز تقرير عن كابتن عادل طعيمه. قبل ما نبتدي حلقتنا تعالى نشوف التقرير اللي احنا مجهزينه لحضرتك النهارده، ونرجع نستكمل بدايه حلقتنا باذن الله. شكرا كابتن. اتفضل. يعد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق واحدا من أهم أبناء النادي الأهلي المخلصين على مدار التاريخ الطويل للقلعة الحمراء، ليس كلاعب فقط ولكن كإداري ومدير فني وصاحب خلق فرض به نفسه على الجميع. ولد عادل طعيمة في 28 من مارس عام 1947، وقبل أن يتم عامه السابع التحق بصفوف الناشئين في الأهلي وتدرج بين صفوفه حتى اختاره المجري بالتيتكوش الذي كان مدربا للفريق الأول لتصعيده. لعبت الظروف التي مرت بها البلاد وقتها من إيقاف المسابقات في انتقاله لأهلي بنغازي عام 1970، ثم اعتزل كرة القدم ليتجه لمجال التدريب ويقود المنتخب العسكري السعودي للإنجازات والبطولات كمدرب عام مع ميمي عبد الحميد، ثم عاد للعمل كمدير كرة للهيئة العربية للتصنيع والذي قاده للعب في الدوري الممتاز. تفرغ بعدها عادل طعيمة للعمل كمدرب واعد للجيل الذي واجه الزمالك عام 1985 في مباراة كأس مصر الشهيرة. نجح عادل طعيمة طوال مشواره في اكتشاف مواهب عدة بعد أن قدم جيل حسام حسن ثم هشام حنفي وتامر بجاتو ووائل جمعة. عادل طعيمة مكتشف النجوم، معنا اليوم في قناة الأهلي. كابتن عادل، قبل ما نبتدي بقى الحكايه، الرحله الطويله، الرحله اللي ابتدت من حضرتك 7 سنين في النادي الاهلي، هنتكلم فيها دلوقتي يعني براحتنا وهناخد فيها وقتنا، نتكلم عن المباراه القادمه الاول للنادي الاهلي، مباراه الاهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعه القادم في برج العرب. مباراه مهمه، شاف المواجهه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه النادي الاهلي دايما مشرف، ودايما اي انسان ناجح، مؤسسه ناجحه، لا بد ان يبقى فيه هناك حرب شعواء على النجاح. لو النادي الاهلي فاشل مش هتلاقيه ليه اعداء ولا ليه ناس حاقدين ولا اخر. المناسبه يعني ان النادي الاهلي دايما جماهيره عريضه وجماهيره كبيره جدا في مصر وفي العالم العربي وفي افريقيا وفي العالم كله، لو يعني
من غير مبالغه انت بتلعب ريال مدريد وبتلعب برشلونه وبتلاقي على طول طول عمرك بتلعب وبتلعب بنفيكا انديه كبيره الانديه الكبيره اللي انت في المستوى بتاعها انت متفوق عليهم في ده. الماتش اللي جاي اعتقد انه اولادنا محتاجين زي الموسم الماضي الخمس بطولات. جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش، جمهور النادي الاهلي طواق وزواق دايما عايز بطولات وعايز اداء حلو، ودايما اللعيب اللي هو بيرتدي شعار النادي الاهلي دايما عنده حاجه كنا يعني بنقولها زمان وبنقولها دلوقتي، روح الفانيلا الحمراء او الروح القتاليه. الروح القتاليه لما بتكون موجوده النادي الاهلي يكسب اي فرقه في الدنيا كلها. احنا شفنا ماتش ريال مدريد السنه اللي فاتت، احنا مضيعين فرص اكتر من ريال مدريد، كان شكله والنتيجه أفضل. والنتيجه لا يعني لا تعبر عن سير المباراه. اربع خمس اهداف انفراد، منهم واحده في الدقيقه 88 محمد مجدي حطها فوق العارضه كانت ممكن تبقى التعادل، والشوط الاولاني كذا انفراد. الماتش اللي جاي الفرق كبير قوي بيننا وبين فريق الجزائري. شباب بلوزداد لكن تظل مباراه شمال افريقيا مواجهه صعبه برضو كابتن. انا اصلا كل مباراه بحس ان احنا كل مباراه صعبه بالنسبه لنا. لا يا كابتن مش كل حاجه صعبه. ما انا كمان انا مش عايز بس احترام المنافس مهم جدا. هو ده اللي انا بقوله. ايوه انا بحترم المنافس صغير او كبير. انما مباراه صعبه لا. مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي. انا الصعب ان انا ما اديش واجبي او ان انا ما اديش بروح قتاليه او ان انا ما بقاش عندي شراسه في الاداء. يبقى عندي شراسه في الدفاع، شراسه في الهجوم. انت شوف اي منافس بيلعبك في الدوري المحلي او في افريقيا او في اي حته في العالم وانت بتستلم الكوره بتبص تلاقيه داخل وحاطط الكوع في صدرك وفي ظهرك والستارز في جنبك. انا ما بقولكش اعمل كده، ما تاذيهوش. لكن انت كمان الكوره لما بتكون بينك وبينه لابد ان انت لما بتخش برجليك وساند وحاطط رجليك مظبوط. دي نقطه. النقطه الثانيه ودي طبعا الشراسه والروح القتاليه مهمين جدا الماتش اللي جاي. دول بيفرقوا جدا معانا وبيفرقوا مع الجمهور، يحس الجمهور ان فعلا في يعني في حاجه. وده اللي بيميز الاهلي على مدار تاريخه. على مدار تاريخه واديك احيانا كنا بنلعب 10، احيانا لما رحنا كاس العالم للانديه ناقصين 8 اساسيين وخدنا وتعدي وخدت مركز وكسبت الهلال اللي كان جايب لعيبه ب 27 مليون دولار وكسبتهم 4. مفيش حاجه بعيده على النادي الاهلي. اللي انا بقوله الشراسه والروح القتاليه، تنفيذ واجبات المدرب ودي اهم حاجه. وبعدين الروح الجميله اللي بيننا بين اللعيبه وبين الجهاز الفني، مفيش حد يبقى ودانه مع الشغل بتاع ده المواقع. طب تقول ايه بقى للناس يا كابتن عادل الفتره دي؟ يعني انت عندك مباراه مؤجله كسبتها تبقى متصدر الدوري، بتعادل مع يانج افريكانز، ويانج افريكانز السنه اللي فاتت بيلعب نهائي الكونفدراليه، فرقه مصنفه، انت مش بتلعب في بطوله ضعيفه زي الكونفدراليه. اقل السنه دي ان ما كان زمان السنه اللي فاتت اللي بيخرج من دوري الابطال بيروح الكونفدراليه، السنه دي لا بقت هي النسخه الاضعف. بتلعب في بطوله قويه وانت متصدر مجموعتك، كسبت اول مباراه، ثاني مباراه تعادلت مقبول، عندك مباراه قادمه. الناس اللي بتقلل ودايما تقعد تكسر في النادي الاهلي، وده اللي انا قلته في بدايه كلامي. ما انت لو مش ناجح مش هتلاقي حد يعني بينال منك. بس الشجره المثمره دايما هتلاقي بتتحد بالطوب علشان تنزل الثمار بتاعتها. هل انا كشجره كنادي اهلي حد ممكن ينال مني؟ مش ما حدش يقدر ينال منك. لا في بطولات ولا في جماهير. يعني اللي يعني في احيانا اللفظ يقول لك ايه؟ هيوقع النادي. يوقع مين؟ هتوقع كم البطولات دي؟ ال 100 حاجه و40 بطوله على مستوى العالم، ال 11 افريقيا، الدوري 43، الكاس كام؟ يعني هتوقع ده ازاي يعني؟ حتى لو كان الامر اتعادل السنه اللي فاتت في قطاع الناشئين، انت محتكر البطولات السنه اللي فاتت، انت 13 مواجهه بين الاهلي والزمالك بتفوز في 10 مواجهات، بتخسر مواجهتين ومواجهه تعادل، والسنه دي انت بتكسب مواجهتين وبتخسر مواجهه مع خسارتك لمباراه، بتلاقي الدنيا بتقوم ما بتقعدش. مين اللي بيقوم الدنيا وما بيخليهاش تقعد؟ هتلاقي برضو في عناصر كانت هي هدفها كده، العناصر دي كانت موجوده، وفي عنصر كبير ماشي وبقيه العناصر ما زالت موجوده. يعني العناصر ديت كانت متسكنه في البرامج ومتسكنه في الاعلام، كانت على طول شغاله. طب في عنصر كبير الحمد لله يعني الوسط بقينا
في مرحله طبعا جيده جدا، لكن لا زالت الزيول ديت موجوده للاسف الشديد، عماله تخبط في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي مصري وطني، نادي بيمثل مصر. اللي بيحارب النادي الاهلي ده راجل، وبالذات على المستوى الافريقي او المستوى الدولي، ده راجل ما بينتميش لمصر، مش عشان النادي الاهلي. اي نادي في بيمثل مصر وخاصه النادي الاهلي لابد كل الاعلام يوافق. وبعدين الناس لازم تنبذ الناس دي، لان انا لما الاقي واحد باستمرار كل اخباره السيئه ويقول لك ايه الاهلي نيوز، طب الاهلي نيوز اقول لك الاهلي وقع، الاهلي مش عارف اللعيب ده عايز يمشي، لا كان النادي الاهلي ده مركز شباب. يا ابني اصحى، مفيش حاجه ايجابيه خالص يا ابني فوق. على طول يقول لك الاهلي مش عارف صاعقه ايه. طبعا اللي بيقرا للناس دي طبعا كلام يعني ما يخشش العقل، ولا جمهور النادي الاهلي يعني بيستوعب الناس ديت، والناس دي الى زوال. لانه اخطر حاجه في الاعلام ان ما تكونش صادق. لما بتكون صادق بتخش في القلب، لما بتكون بتكذب او بتقول اخبار ملفقه او على طول بتقول اخبار سيئه عن النادي بحجم النادي الاهلي اللي بينافس ريال مدريد، طب انت يعني انا افهم بس، يعني لو تديني عذر صغير كده، ايه اللي بيخليك بدفعك الا اذا كان هناك طبعا حد ورا الموضوع ده؟ انت النادي الاهلي بيشارك كاس العالم الانديه في ثلاث لعبات، بتتكلم في السله، بتتكلم في الهاندبول، وان شاء الله يعني بعد ايام قليله في كره القدم. شايف فرص دفاع النادي الاهلي على اللقب الافريقي ازاي يا كابتن عادل؟ وشايفها هل السنه دي بنسب كبيره والمستوى في تصاعد من مباراه ميدياما بعد كده يانج افريكاز ان شاء الله في مباراه الشباب والزد؟ في خطوات مهمه جدا كابتن الخطيب خدها من الاسبوع اللي فات، اعتقد كانت لازم الوقفه دي كانت تبقى موجوده. الوقفه دي كانت في غايه الاهميه، زي سان داونز لما خسرنا وبدأ نعدل المسار للطريق الصحيح. على طول بعد ما رجعوا كان في وقفه، ابتدى الراجل يعرف ان هناك ثقافه للاعب العربي. الراجل اللاعب العربي يعني للاسف يعني احيانا واخد عمليه الاحتراف انها فلوسه بس، مش نواحي ادبيه، مش نواحي سلوكيه، مش نواحي انا بعمل تاريخ للنادي الاهلي ثم ليا. فطبعا الوقفه دي من اسبوع لابد كان عمليه التركيز، عمليه الاداء وتنفيذ واجبات المدرب، الروح اللي بين اللعيبه، كل الامور ديت لازم لابد ترجع. الامور الفنيه احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى من القدر الفني، لكن كمان اللعيبه ديت لابد انها تادي وتعرف عليها مسؤوليه، ان النادي الاهلي ما بيوقفش لا عليك ولا على حد تاني. على طول الدايره شغاله. يا منجوم اول حسين حجازي وانت نازل بقى وتتش وكابتن صالح وكابتن خطيب وكابتن حسن حمدي ومصطفى عبده ومش عايز انسحب، ما دخلتش جوه الدايره انت خسران، الدنيا ماشيه كله بيبطل. بس في فرق بين واحد بيبطل وبيفضل في التاريخ موجود، انه انسان نقي، انسان ادى كل واجباته ناحيه ناديه وناحيه جمهوره، وواحد كان يعني كده عدى والناس ما استوعبتوش، يديلك ماتش وماتشين لا، ماتش وماتشين لا، طب ده هيبقى في الذاكره ايه؟ الجمهور هو الترمومتر بتاعك ولا يتذكره الترمومتر. وانت في المباراه لما بعد المباراه وقبل المباراه وبعد الموسم ما بينتهي، الترمومتر بتاعك الجمهور، لان الجمهور ده بيجي وبيركب ومعاه 50 جنيه، معاه 100 جنيه بيصرفهم من بيته ومن عرقه علشان يجي يشجعك. مالوش مصلحه غير انك انت تمتعه وتكسب وتأدي بالروح القتاليه اللي احنا محتاجينها منك. مش محتاجين منك منظره، ولا محتاجين منك ان انت تتكبر. تكبر على ايه؟ ده التواضع، ربنا يرفعك. حقيقي. طول ما انت تتواضع ربنا يوفقك ويكرمك. يوفقك ويزيدك يعني. كابتن عادل طعيمه رحلته ابتدت مع النادي الاهلي وهو ولد صغير عنده 7 سنين. فاكر الرحله ابتدت مين اللي دخلك النادي الاهلي يا كابتن عادل؟ مين اللي استقبلك اول يوم في الناشئين في النادي الاهلي؟ مين اللي خدك من ايدك ودخلك النادي الاهلي؟ والله انا كنت ساكن في شبرا. وبعدين رحنا النادي الاهلي مع كان الله يرحمه الكابتن هاني مصطفى. كان برضه ساكن قريب مننا. احنا رحنا وبعدين التقينا بالله يرحمه كابتن مصطفى حسين. ده فضل الراجل ده بعد ربنا علينا كلنا. عمل شربنا يعني ايه حب النادي الاهلي، ويعني ايه العيله جوه النادي الاهلي،
وازاي العامل زي رئيس النادي زي اللاعب زي الاداري عيله ما فيهاش حد كبير وحد صغير. الكبير والصغير بالاخلاق. حقيقي. لا لعيب كبير يقول لك يا كابتن وانت لسه قد ركبته ويقول لك يا كابتن تتخض. فطبعا الكابتن مصطفى حسين ده يعني صاحب فضل علينا كلنا، وكان دايما من ضمن الحاجات واحنا لسه عندنا 7 سنين بلعبنا قدام 100,000 في الاستاد ماتش الاهلي وبنفيكا. احنا لعبنا الماتش ده ابيض واحمر قدام 120,000 كان في استاد القاهره. في استاد القاهره وكسبنا المباراه ديت. انت عارف يا كابتن اسامه عشان نوصل للاتوبيس ما مشيناش على الارض، الناس بقى ياخدونا يعني انت واقف كده افقي والناس بيدخلوك من الشباك علشان نوصل للنادي. كان طبعا ما فيش المساكن دي قوات مسلحه 4 ساعات عشان نوصل للنادي علشان نروح. يعني شوف الجمهور وشوف الراجل بيديلك انك انت لا تهاب قدام 120,000 وبتلعب. تفرق يعني الحاجات دي من الناشئ الصغير لما يلعب مباراه او تمرين في حضور جماهير كبيره يا كابتن عادل؟ طبعا طبعا، لان دي اولا الحاجات اللي احنا بنفتقدها دلوقتي. طبعا بنفتقدها 100%، لانك انت الكوره زي اللي بقول ايه زي الممثل في المسرح. انت بتقول حاجه والناس بتسقف لك، بتقول موعظه والناس يعني بتسقف لك وبتديك البونبونايه كده بسرعه فبتحس بيها. فبتبقى مهمه. وبعدين الاداء بتاعك وخاصه في النادي الاهلي بيبقى ايجابي جدا بالنسبه لك وبيبقى سلبي بالفريق الاخر. الفريق الاخر برضه بيبقى يعني الهيبه ديت انت متعود عليها هو مش متعود عليها. فدي طبعا كلها امور يعني ايجابيه جدا. كان الله يرحمه كابتن مصطفى حسين كان بيدهنا. وبعدين بعد كده برضه كل اللي تولوا بعد كده كانوا على طول كابتن عبد الصالح، كابتن جندي، كابتن همامي، كل الكباتن طبعا اللي اشتغلوا معانا كانوا بيدونا وبيزرعوا فينا يعني انتماء ويعني ايه حب النادي الاهلي ويعني ايه ما تخسرش. واذا خسرت يعني ما اعتقدش ان احنا في يوم من الايام خسرنا. يعني حتى كنا في فترات العدوان من 66 لحد 72. الفتره دي الجيل بتاعكم اتظلم فيها؟ شوف يا كابتن ربنا سبحانه وتعالى بيدي. كان في مواهب كبيره كتير يا كابتن. كان في عندنا مواهب. يعني هقول لك حاجه، انت النادي الاهلي كان بيجيب فرق قويه جدا يعني جيب روسيا، جورجيا، سراييفو، المانيا، كل الفرق دي كان بيجيبها هنا في مصر. واحيانا كنا باللاعب الفرق دي بمشترك مع اهلي وزمالك يلعبوا المانيا. اهلي وزمالك يلعبوا الاهلي يلعب روسيا ويلعب جورجيا ويكسبها. سراييفو يوغوسلافيا تلعب مع اهلي واسماعيلي، الناس اللي بتوقع بيننا وبين الاسماعيلي. كان في ملعب الاسماعيلي في ملعب الاهلي. وكان بيتعمل منتخب ما بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي والزمالك وتاخد نجوم من هنا ومن هنا وبتلعب المباريات دي. وتلعب المباريات دي فين؟ في النادي الاهلي. فكانش النادي الاهلي كان النادي الوحيد اللي كان شغال. وبعدين برضه من ضمن الحاجات احنا رحنا كل البلاد العربيه، سافرنا كل البلاد العربيه عشان المجهود الحربي. كان المباراه $30,000. دور النادي الاهلي بقى عند حته المجهود الحربي دي، ان النادي الاهلي دايما انا بقولك كلمه وطنيه مش كلمه بتتقال، هي افعال. لما بنشوف القافلات المساعده اللي بتروح غزه من النادي الاهلي دلوقتي، لما بنشوف دور النادي الاهلي ايام العدوان وايام حرب اكتوبر، كمان المباريات اللي كانت بتتعمل للمجهود الحربي وقتها ودور النادي الاهلي يا كابتن عادل، عشان الناس اللي بتنسى التاريخ. يعني احنا معانا واحد من اللي شاهدين على التاريخ كابتن عادل طعيمه هيقول لنا يعني يذكرنا ويفكرنا بالمواقف الجيده للنادي الاهلي. هي نشأة النادي الأهلي كانت كورة؟ لا، نشأة وطنية. كانت نشأة وطنية. وأنا شفت بعيني يعني الشجرة محطوط عليها ممنوع دخول كذا والكلاب. يعني تخيل بقى اليافطة دي لحد ما كبرنا كانت محطوطة في الشجرة اللي في عند صالة راتب. فعلشان كان الاحتلال الإنجليزي اللي كان موجود الحاجة دي كانت موجودة. فالنادي الأهلي النادي الوحيد في مصر اللي كان فيه الحتة ديت. ونشوف بقى سعد زغلول والقيادات وعبود باشا والجماعة دول يعني اسسوا وعملوا قد ايه. ثم جت الكوره بقى 48 ولا يعني في الاربعينات ابتدى الاهلي كوره، انما الاهلي في البدايه وطنيه وان شاء الله لحد يوم القيامه هيبقى وطنيه برضه. حقيقي. مين النجم اللي كان في جيلكم يعني كان نجم كبير لكن الظروف ما قدرتش تساعده وما خدش حقه يا كابتن عادل؟
والله كان في كذا واحد يعني في كان في واحد اسمه جمال العوض كان زي كابتن رفعت الفناجيلي كده كان بيلعب في وسط الملعب ونفس شكله برضو الطول المتوسط والرجلين العضلات الفخذ القويه كان هو في نص الملعب وكان بيويد التسديد كان في شريف زازا كان في زازا الكبير محمد زازا كان عندنا باك محمد فيصل كان فلسطيني وكان فؤاد ابو غيده طبعا بس فؤاد ابو غيده كان مع الفريق الاول انما وفي طبعا هاني مصطفى الله يرحمه هاني مصطفى كان بيلعب اصلا وينج رايت وانا انسايد رايت وبعدين كابتن فؤاد صدقي لاعبه باك ليفت واجاد اجاده عاليه جدا ودرجه ان هو الاسماعيلي طلبه من النادي الاهلي علشان يلعب مع افريقيا والنادي الاهلي وافق وراح لعب في الاسماعيلي وراح لعب في الاسماعيلي ولعب في بطوله افريقيا وقتها ولعب في بطوله افريقيا أيوة. مظبوط معانا الصور هنا كابتن عادل اللي عليك الدايره الحمراء هنا كابتن عادل كابتن رفعت فناجيلي وكابتن صالح كابتن صالح سليم كابتن عادل طعيمه كابتن رفعت فناجيلي اسامه بيومي محمود عزت صلاح حسني مروان مروان كنفاني صح كده كابتن ابراهيم حسين حارس مرمى كان وينج رايت كان وينج رايت وكان الكابتن همامي هو يعني قوي جدا وسريع فكان على يعني بيديله تعليمات ما كانش بينفذها فيقول له في اعلان فوق اول ما توصل الاعلان ارفع احنا معانا صور نادره ودي صوره نادره بقى للكابتن عادل طيب كابتن عادل لما اعتزلت اتجهت للتدريب خدت القرار التدريب حد شرع عليك وقتها ولا انت من وقتها وانت لاعب بتحب التدريب والامور الفنيه وانا بلعب كان الكابتن فؤاد صدقي كان يعني حاجه مدرب رائع جدا لكن هو كان يحب دايما ينزل يشوط على الاجوال وطبعا الجسم الممشوق حاجه جميله جدا فكان يخليني انا الى جانب عمليه الاحماء والتدريب والحاجات دي كنت انا بعملها وانا بلعب وهو بيقوم بعمليه تدريب الحراس لان طبعا ما كانش فيه الاجهزه طبعا الجهاز بيبقى فيه 7 8 كان هو لوحده 15 انما الانسان مسير لما خلق له يعني انا بعد ما رجعت من ليبيا قعدنا فتره شويه كان الكابتن طه الطوخي بيدرب الفريق وسافرنا اظن سفريتين معاه وبعدين كان في مستشار ثقافي في السفاره السعوديه اهلاوي اكثر مننا قال لي ما تيجي تطلع السعوديه احتمال يبقى في لعب الاجانب هناك عندنا ويبقى في عمليه تغيير وتحج والى اخره فسافرت 72 حجيت وبعت جبت والدتي حجيت وعلى اساس ان انا هرجع بقى يعني احج خلاص مش هعمل ايه تاني خلاص ارجع فوجئت ان في خطاب جاي من وزاره الدفاع بنقلي الى القوات الجويه في الرياض انا كنت في الطائف ساعتها مدرب طب يعني دي مين جابها دي ربنا سبحانه وتعالى فابتديت اول ما رحت انا عندي حاجه 20 سنه مسكت فريق قوات جويه خدت البطوله بتاعت الجيش بطوله الجيش دي كانت صعبه جدا كل اللعيبه الانديه مجنداها والامير والملك فيصل بيحضر النهائي ده فخدت البطوله دي الامير تركي والامير سلطان وزير الدفاع والنائب بتاعه قالوا نعمل بطوله المنتخب العسكري نشارك في البطوله كاس العالم العسكري مين في رعايه الشباب كابتن مين عبد الحميد طب ومين من الجيش لازم حد ممثل من الجيش طب مين اللي واخد البطوله فلان فراحوا ايه مش ما يعرفوش بقى ان ده اهلي وده اهلي دخلنا عملوا الجهاز. دخلنا مع الجهاز قعدنا تقريبا 4 سنين أو 5 سنين في معسكرات دائمه البطوله الاولانيه الحمد لله عملنا رد فعل قوي جدا وطبعا الجرايد السعوديه كتبت عننا بشكل رائع جدا ثم البطوله الثانيه خلى الامير فيصل بن فهد ياخد الجهاز بالكامل نمسك منتخب المملكه الوطني في تصفيات نهائيات اسيا كل يعني بدايتك التدريبيه كانت في السعوديه ابتديت في السعوديه وبعدين رجعت اجازه في 78 ف يعني كابتن عزت الله يمسيه بالخير كابتن عزت ابو الروس طبعا راجل صاحب فضل كان مدير الكوره وقتها كان ماسك الهيئه العربيه للتصنيع مع دكتور اشرف مروان فقال لي ايه رايك يا عادل احنا عايزين ايه رايك ناخدك معانا في طبعا النادي ده هيبقى كان درجه ثانيه ساعتها ايوه
هو طبعا خد القرار ده قابل الدكتور اشرف وخد القرار واشتغلنا. بعدين النادي الاهلي عرف ان انا رجعت عايز اروح للنادي الاهلي بعد خطوه الهيئه العربيه للتصنيع من اهم خطوات الكابتن عادل طعيمه سنه 85 وتحكي لنا المباراه الشهيره بين الاهلي والزمالك اللي قدر يفوز فيها النادي الاهلي بالناشئين وقتها 3-2 قدام نجوم الزمالك وكان الكابتن عادل طعيمه ليه دور مع الجيل ده ازاي صنع جيل صغير يقدر يلعب في الاجواء والظروف الصعبه دي. معانا اللقطات ومعانا الصور ومعانا الاهداف يا كابتن عادل. دي المباراه الشهيره مباراه الاهلي احكي لنا بقى التفاصيل والحكايات الحلوه اللي كانت وقتها. شوف يا كابتن قبل ما احكي طبعا تفاصيل في يعني دقيقه كده اولا النادي الاهلي بفضل الله بفضل الله وحده كان بيعتني جدا بيا وكان كل سنه يطلعني اوروبا احضر اعمل فتره اعداد كمدرب مع فرقتي وانت في الناشئين في الاشباب وانا في فريق الشباب مسكت الاهلي 79 لحد 88 اوائل 81 كل سنه تحت 17 سنه اطلع رومانيا الاقي رابيد بوخارست ومش عارف ايه محضرين نفسهم علشان يقابلوا الاهلي بطل افريقيا وانا تحت 17 سنه هم مش عارفين ان انا تحت 17 سنه ما عارفين الراجل الوكيل اللي عامل المباراه بيقول لهم ده انا ده الاهلي بطل افريقيا فطبعا نتعادل معاهم 1-1 وطبعا يمكن في احد الصور موجود الجماهير بشكل غير طبيعي والاسلاك ايام الشيوعيه وبعدين نطلع المانيا نعمل ماتشات رائعه جدا وبعدين يطلبونا السنه اللي بعدها وكل سنه نطلع بفضل الله ثم كابتن مصطفى حسين والنادي الاهلي نطلع نعمل فتره الاعداد بتاعتنا في اوروبا الحاجات دي ادتك خبرات كبيره وقتها وانت بتقود فريق شباب الاهلي ومش كده وبس يا كابتن انا يعني انا ساعتها كنت بترشح للمنتخبات 23 وبعدين منتخب اولمبي وبعدين مواليد 83 في نفس الوقت اتحاد الكوره بعتني البرازيل انا وحسن شحاته على نفقه الاتحاد حوالي شهر ونص في الفتره دي كلها وانا ماسك الفرقه دي بقيت يعني لدرجه ان انا راجع من البرازيل تاني يوم فرقتي كانت سافرت المانيا يا دوب تاني يوم محضرين للفيزا رحت تاني يوم راجع من البرازيل رحت طالع على المانيا الرحله بقى اللي حضرتك بتاعت الماتش ده احنا عملنا اسبوعين في مرسى مطروح في معسكر النادي الاهلي في الرمل ما كانش فيه مباني كان خيم وقتها بنجري الشغل بقى على الرمل والميه واللعب وبعدين بنتمرن في الفجر وبعدين بنتمرن بعد الظهر وبعدين طلعنا على المانيا كنا جايبين فريق من المانيا تبادل زيارات جم هنا اسبوعين عشان ما نكلفش النادي فلوس هم بيتحملوا تذاكر الطياره وبنعمل لهم ماتشات وفي نفس الوقت احنا بنرد الزياره في الرحله دي ما اعتقدش انها تتكرر تاني لان الراجل كان تبع وزاره الشباب في المانيا 11 مباراة في 26 يوم فانت بتنزل من المطار تلاقي الاوتوبيسات واقفين لك العربيات واقفين لك بتاعت البعثه تاخدنا اطلع على ميونخ اطلع على فرانكفورت اطلع على بريمن اطلع على برلين اطلع تمام على طول فلعبنا 11 مباراه افضل استعداد للجيل ده بقول لحضرتك يعني لدرجه ان انت ايه اولا بعمل لهم برنامج غذائي ونوم وتدريبات على اعلى مستوى عايز اروح بقى للنقطه كابتن عادل انت عندك فريق يقدر يلعب المباراه كان ده السؤال كان ردك وانت بتجاوب عندي لعيبه تقدر تلعب ولعيبه تتصعد ولا كنت قلقان شويه لا يا كابتن ده بعد ما رجعنا على طول حصل موضوع كده كان حصل واللعيبه راحت نادي الشمس وكده كابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير كان عضو مجلس اداره او امين صندوق حاجه زي كده طبعا الراجل ادارجي على اعلى مستوى خد القرار من مجلس الاداره ان هو يبقى مدير كوره يعني يشرف على الكوره او مدير كوره عشان ياخد القرارات يعني كلمني قال لي قابلني في النادي قال لي يا عادل ايه فرقتك اخبارها ايه؟ قلت له فرقتي تكسب اي حد في مصر عن ثقه لان انا بلاعب ناس انا فرقتي تحت 19 سنه يعني 18 سنه بلاعب ناس درجه اولى 11 مباراه لدرجه في ماتش منهم ابراهيم الفك بتاعه كسر الفك ده اتكسر وبقه اتقفل بسلك وكان بياكل بالحاجات اللي هي الشاليمون والحاجات دي فالمباراه ديت طبعا اخذ فيها القرار طبعا بعد الرجوع
للكابتن صالح كان في لندن، والقرار اتاخد، وكابتن جوري جه يوم الماتش قبل الماتش ليله الماتش يعني خد الفرقه. يمكن الاسماء طبعا كان يعني يعني وطريقه اللعب والحاجات ديت، لدرجه ان برضو لما جه فينا الجول الاولاني احنا جبنا جول بعدين هم تعادلوا معانا، كان الجول اوف سايد والجول اتحسب يعني. فضيع عبد الصمد كان كابتن الفرقه كان ليبرو، قال زعل اللعيبه قال لهم هنلعب عادي مش هنلعب على الاوف سايد تاني. شوبير طبعا هو اللي بيقول الكلام ده، بيقول انا خفت من الراجل، على الرغم ان شوبير كان اكبر منه يعني. ف وادوا المباراه، وطبعا كان وقت الاولاد ادوا ماتش الزمالك وكسبوا. ودايما احنا معودينهم على حاجه، طالما انت بتتقي الله تتمرن كويس تنام كويس، مفيش حد انت عايش حياه الاحتراف ربنا يوفقك، لانك انت بتجيبهم الصبح الساعه 6. خلي بالك دي نصائح مهمه للناشئين والاشبال، بقولها الكابتن عادل، طول ما انت بتتقي الله معاملتك مع ربنا كويسه، بتاكل كويس تتمرن كويس ربنا هيوفقك. احسن تمرين بتتمرنه النادي الاهلي موفر لك كل حاجه، بتتمرن على اعلى مستوى والنادي موفر لك كل حاجه، في نفس الوقت بتراعي ربنا وبتتقن عملك. الخواجة انضف منك في احسن منك في ايه يعني، هو احسن منك في يخلص في شغله، فانت عشان كده لازم تخلص شغله. ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده في الجيل ده تفتكرها كابتن عادل؟ اولا في ده جون كابتن محمد السيد صح كده؟ اولا في خالد مصطفى حارس المرمى اللي راح كاس عالم مع جوري، وفي ايهاب جلال. وايهاب جلال حضرتك عارف ان هو كان شغال معاك، بيلعب في الفريق الاول ثم راح المانيا واخد اعلى الشهادات، وفي حراس كتير جدا وبعدين في ابراهيم حسن، وفي احمد جمال، وفي ضيا عبد الصمد، وفي محمد سعد، في طارق خليل، في ايمن اسماعيل، في حسام حسن، في اشرف الفار، في اظن في محمد امام. الفريق ده كله فرقه كامله تطلع الفريق الاول. دي برضو من الحاجات نتاج شغل النادي الاهلي، مش عادل طعيم. ده شغل النادي الاهلي بيوفر لك الحاجه دي، وفي نفس الوقت موفر لك المناخ وديك الثقه، مفيش حد بيتدخل في شغلك. وبعدين في حاجه تانية للكابتن صالح، كان في نغمه بتقول يا كابتن ليه بقى نربي اشبال وبتاع ما نجيب جاهز. فجي مره طلبني فعند اوضه الكابتن مصطفى حسين كده ومفيش حد خالص، بقى الظهر كده، قال لي عادل بقول لك ايه، احنا عايزين المكافاه بتاعت الولاد عايزين نخفضها شويه. المكافاه كانت 35 جنيه في المباراه و50 جنيه العقد. فقلت له يا كابتن ازاي بس يا كابتن، ده اللعيب ده بيروح الجامعه مدرسه وبعدين من عيله متوسطه، كلهم من عيله متوسطه زينا، فمش عايز يركب اتوبيس، يركب تاكسي، عايز يلبس بلوفر كويس، يلبس جزمه كويسه، يركب تاكسي يعني، يبقى بيساعد والده. والله يا كابتن الشهر اللي بعديه المكافاه اللي كانت 35 بقت 50، اتعدلت، واللي كانت 50 بقت 75 من غير ما يقول لي. هو بس اتدور ومشي واقتنع، اقتنع بالكلام فنفذه بعد كده. امال ايه امال ايه. معانا فقره دلوقتي، فقره الصور يا كابتن عادل، مجهزين لحضرتك صور يعني نسترجع بيها بقى الذكريات الجميله. طيب ابداوا لنا كده بالصور يا شباب. الصوره دي يا كابتن غزل المحله في الاستاد، عبد الرحيم خليل وابراهيم حسين والفرقه دي طبعا احنا انا خدتهم في الدرجه الثانيه. كان في التقرير من ابرز المواهب اللي اكتشفها الكابتن عادل طيب وائل جمعه. امال ايه وائل جمعه ثلاث سنين معايا. دي ماتش رومانيا يا كابتن، دي ماتش رومانيا، ماتش رومانيا كابتن مصطفى حسين اهو، والكابتن والدكتور محمد نور الدين اللي في النص كابتن مصطفى حسين. ده حسام والمجموعه دي. دي الصوره اللي احنا يعني استعرضناها من غزل المحله يا كابتن. كان في وائل جمعه، وكان في الجيل الذهبي بقى، كان خالد عيد والمشالي والشورى وسعيد عبد العزيز. دي عادل طعيمه مدرب الاهلي في دراسات التدريب المتقدمه للبرازيل، اداء ناشئي الاهلي في المانيا ورومانيا، شرف كره القدم الافريقيه. دي الفترة حضرتك حكيت لنا عنها لما رحت ألمانيا ورحت البرازيل، وكانت فترة دراسات مهمة جدا. الصورة دي كانت فين يا كابتن عادل؟ دي كانت في نادي الاتفاق. واتفقت مع عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق، قلت له عايزين نعمل حاجة شو كبير، فنجيب أحسن نجم في نجم كورة
عندنا في العالم العربي كابتن خطيب، فنجيبه مع فريق الاتفاق ونجيب ابطال المنتخب العرب في نادي الاتفاق. فكابتن خطيب جه قعد معانا 4 ايام، انا توليت القياده في كمدير فني للفريق اللي بيلعب الابطال العرب. وكان طبعا الكابتن خطيب الامير المنطقه، امير المنطقه الشرقيه محمد بن فهد قابله في الاماره، ويعني كان استقبال كان اكثر من رائع. حصل على جميع بطولات القاهره والجمهوريه من موسم 80 الى موسم 85. ما ده كان ناشئين، ما تغلبناش ماتش يا كابتن ولا ماتش، يعني هقول لك ما تعادلناش ماتش. خلي بالك خلي بالك، بص انت لو كنت خسرت ماتش كانوا مسكينك الماتش اللي انت خسرته وسابوا الخمس زي ما بيحصل دلوقتي. نهائي جمهوريه بتلاعب مين؟ احمد رمزي واشرف قاسم ونجوم الزمالك وطاهر، وانا برضو الاولاد بتوعنا في الاستاد في المقاولين العرب. كسبنا 2-1. كابتن عادل طعيمه، املك العصا السحريه لانتصارات الاهلي القادمه. ده كان في كابتن، انا هو يعني شوف ده الجيل الثاني من 90 ل 93. مصطفى كمال، وطبعا دي الصوره بقى هنا مع الكابتن صالح سليم وكابتن صلاح حسني، كابتن عبد الجليل، وفي هناك مع الناشئين. ده بقى احمد سامي هو راه، احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه دلوقتي، هشام حنفي، وهاني رمزي، ورشاد، وعصام، ممدوح عبيد، وهاني العقبي، وبجاتو، واشرف ممدوح. بعد على الشمال هنا عم جمعه، عم جمعه سرحان، عبد الله، والله يرحمه كابتن عبد الجليل، يعني وسيد عبد الجليل. هنا كابتن عبد صالح الوحش، كان يعني حفله تكريم في حمام السباحه في النادي الاهلي. والله يا كابتن من ضمن الحاجات اللي لا يمكن انساها ان مجلس اداره بيجتمع وبيعملوا لي شهاده شكر وتقدير، ما حصلتش تقالي يعني. شهاده مجلس اداره بيجتمع وبعدين ياخدوا قرار ان يبعتوني البرازيل تاني. ايه الصوره بقى الشياكه ده يا كابتن عادل؟ الشياكه وحاجه يا كابتن، فانيلات ما حلاش اعلانات، فانيلا يعني عاديه. هنا ده في المانيا كابتن، دي الصحف الالمانيه، دي مجلة الاهلي بس. احنا كنا جايبين الجرايد الالمانيه بيقولوا ان كنا فاهمين ان مصر دي عباره عن جمل، النادي الاهلي ورانا يعني الناس بتلعب كره حديثه جدا. فلا دي مصر دي متقدمه، ما هياش جمل، ما هياش جمل ولا. دي الصوره كانت وقت مباراه الاتفاق السعودي صح كده؟ دي بقى مع، كانت تفتكر مع مين دي؟ جمهوريه شبين صح؟ لما كسبنا الزمالك كان الكابتن جوهري بيدرب الزمالك. احنا كسبنا الماتش ده 1-0، وكنا بنلعب كل 3 ايام ماتش، وضيعتوا الدوري على الزمالك وقتها، الزمالك ضاع منه الدوري. واعتقد كان مدير كوره مع كابتن جوهري الله يرحمه، كان اللواء عايز ابيل، لواء ابيل، قال ان الكابتن، الحلم الزملكاوي ضاع في شبين. قال كان بيقول الكابتن طلع في التلفزيون بيقول الماتش الوحيد اللي كان الكابتن جوهري خايف منه الماتش ده، ماتش شبين. لذلك الكابتن جوهري طلبني، ده المستشار عدلي حسين حافظ المنوفيه، ده الراجل ده ليه بعد فضل ربنا افضل علينا على طول كل ماتش دعم مادي. الماتش الاخراني بنلعب الترسانه في الترسانه، جاب 60 اتوبيس وحكام اجانب لان الماتش ده كان الماتش بقى البقاء. فبقينا في الممتاز والترسانه نزلت، واحنا قعدنا ساعتها في الممتاز. ده فريق شبين، اللي كان بيقوده برضه عصام شعبان كان هداف الدوري. يعني في برضه مجموعه يعني مجموعه كانت ممتازه. كابتن عادل طعيمه تاريخ مشرف كلنا بنفتخر بيه. كابتن عادل شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن، وكنا سعداء بحضرتك بالتاريخ الطويل والكبير ده. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا يعني كان ضيف النهارده واحد من نجوم الزمن الجميل، زي ما احنا استعرضنا مع حضراتكم دلوقتي تاريخ طويل وكبير ومشرف للكابتن عادل طعيمه. قبل ما ننهي حلقتنا النهارده عايز يعني نروح لهدف الاهلي امام فيوتشر النهارده
فريق 2005 اللي قدر يفوز النادي الأهلي فيه برأسية من كرة ثابتة. معانا الهدف. هدف عن طريق أحمد عبدين، كرة ثابتة أحمد خالد كباكة، وهنا ارتقاء عالي جدا من المدافع أحمد عبدين عشان يبقى معانا دايما الخدمة خمس نجوم زي ما شفنا أهداف مباراة الأهلي والزمالك 2008. أيضا معانا هدف فوز فريق 2005 عن طريق مدافعه أحمد عبدين النهاردة اللي بيحط واحد من أحلى أهداف دوري 2005. ابتدى من كرة ثابتة ناحية اليمين عن طريق أحمد خالد كباكة اللي عملها عرضية قوية وقدر يرتقي فوق الجميع أحمد عبدين ويسكنها في شباك مرمى مودرن فيوتشر ليفوز النادي الأهلي بهدف نظيف. مبروك لفريق 2005 وإن شاء الله يعني تألق في المباريات القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفي اللي شرفني ونورني كابتن عادل طعمة. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في المباراة المهمة يوم الجمعة أمام شباب بولزداد. شوف حضراتكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي على ألف خير وحلقة جديدة من الأشبال.